للشباب اللي مثلي. ما نغير بانتباعهم. ايش مالك يا زلمي؟ ايش مالك؟ كبرت على جوز بنتك علشان اكم من مليون مصدي. جمعهم احيانا. اخ يا بقبق عين المليونيرين. اسمعي يا موتي. محايين كثيرة. فرق شملهم. اقلب وجهك يلا روح برا امشي. انت وياه يلا انت ثالث برا. برا. اقلب وجهك. برا ما برا. اطلع. جايين يقصوني ينهبون الحرمية. هذا العالم. شاب العالم عاد مجددا. هذا البير هذا غطاء. لا تقولوا حفظوا لا شو عاد شو فكرتوا انت بعت جدي انا معور من الجوع ولك ايه الى احضان ابو عواد عشان طيارة من فرنسا بيسارة ولما اشتري سيارة الفرضية اتعبي بيارة جواب جواب عايزك يا امي معقولة دي قاعدة عم تسيسي عمي تحكي معي بحكي مع 911 نرفة ابي اهتمام هذا جوز السنة الشرطة عمرها ما عزتك ضربي اكبر مشكلة في الحال بدون صراخ زكية تشياني اتخلى عن ابوي بعد العمر لا يا زكية لا ما بحب اسمع من شغل حكايات العيلة حية عن راسي ودلك لا تضربني في كرماس نفع حلالك من خيري وانا جسمي حساس زكية كذا عرض وانا مش كذا عرض على بدء حصريا على قناة صانع القرار في شهر رمضان المبارك